الله، ما بتردش علينا ليه؟ ده برضو ما بيردش. ممكن تقول لنا مالك؟ مخاصمكم. مخاصمنا ليه؟ عشان رميين طوبتي. ايه؟ رميين طوبتي. يعني ايه رميين طوبتي؟ يعني مش سألين عني، يعني عمالين تدلعوا في عم امين الالي وتهزروا معاه وتضحكوا معاه وتلعبوا معاه وانا ولا كاني موجود. الا شفت بيمشي ازاي؟ يسلم يا اخويا يا شيخ. وانا برضه بعرف امشي زيه كده، ممكن امشي زيه واعمل كده واقول از زي ده، حتى الاز بتاعتي لا يعلى عليها، يعني ممكن اقولها از وممكن اقولها بكل اللغات. طب وانت تقلده ليه؟ هو انت انسان آلي؟ هو الآلي عاجب واحنا ما عجبناش. ليه بتقول كده يا عم هامش؟ ده احنا بنحبك جدا. صحيح صحيح يا حرف، بس برضه بنحب الانسان الآلي. فرحه ما تمت. حرف صفحات، ممكن تكلموا لي جدو عبدو عشان يديني انا مسؤوليه الشؤون الثقافيه؟ طب والانسان الآلي؟ يبقى هو مسؤول الشؤون الإدارية. بس هو مثقف أكتر منك. ده مكتبة معلومات مترقلة، ده عنده معلومات قدك 10,000 مرة. بس أنا شحم لحم عظم دم أعصاب، إنما هو مسامير وحديد وسلوك وحاجات كده يعني. بس هو عنده معلومات أكتر منك. أيوة، بس مين فينا اللي بيفكر، أنا ولا هو؟ انت طبعا يا عم هامش، هو مجرد آلة وبس. هي اي نعم الآلة بتشتغل لكن مش بتفكر. ادي قلت وهب نفسك. عم امين الآلي اهو واللي بيمشي كده كده اهو كده كده اهو. عم امين الآلي اهو اللي بيمشي كده كده اهو برضو. عم امين يا آلي. طيب أنا وراك والزمن طويل يا آلي. عم أمين أنت هنا؟ كويس إن أنت هنا عشان تكلمنا عن الملك دبشاليب والحكيم بيدب. إيه خلاص؟ لقيتوه اتلميتوا حواليه؟ لقيتوا حبيبكم وأنا بقيت وحش خلاص؟ عم هامش، تعرف تكلمنا عن حكاية الملك دبشاليب؟ ايه الدبش ده؟ دبش مين ودبش ايه؟ دبش ليم ولا دبش مين؟ طب تعرف تكلمنا عن الحكيم بيدبه؟ ايه مرتبة دي كمان؟ انتوا بتجيبوا الاسماء دي منين؟ ايه مرتبة دي؟ انا ما قلتش مرتبة، انا بقول بيدبه. وانا بقول مرتبة، انا حر اقول مرتبة اقول منفضة. عم امين يا آلي، شايف يا عم هامش مخزن بالمعلومات عمال يقول از. عم امين يا آلي، ممكن تكلمنا عن الملك دبشاليب والحكيم بيدبة؟ استني يا مهما دوس على الزرار. قصة الملك دبشاليب والحكيم بيدبة هي قصة كتاب من أشهر الكتب في العالم، كتاب تمت ترجمته إلى العديد من اللغات وقرأه الصغار والكبار وأحبوه جميعاً. إنه ذلك الكتاب الشهير الذي ترجمه إلى اللغة العربية الأديب الكبير عبد الله ابن المقفع. مولاي الملك دبشاليب ملك الهند العظيم. دندي يا وزير، أنا عايزك تألف لي كتاب. أمر مولاي. مولاي، بس موضوع التأليف ده ما خطر ليش على بال أبدا يا مولاي. ما حكاية التأليف دي صعبة شوية. طيب لو ألفت وطلع تأليفي مش ولا بد، مولاي الملك العظيم يديني الأمان؟ يا وزير أنا مش عايزك أنت اللي تألف الكتاب. أمال مين يا مولاي؟ ابحث، دور في كل أرجاء المملكة، دور على أي واحد
يوم بالمهمة دي يا وزير. دوني كني بودو دنيا بودا نان دندو أمبا دوني يندي بي دوني. سيدي الحكيم بيدبة، ما هو أول الحكمة؟ أول الحكمة يا بني أن تعرف الحق. وما هو آخر الحكمة؟ ليست آخر يا بني، ولكنها آخر الحكمة. إن شئت أن تسأل عن آخر الحكمة فالإجابة أن لا تعرف الخوف. سيدي الحكيم بيدبة. أندر أندر يعني دي نموندو سيدي سيدي الحكيم بيدبة. كهنة الوزير بنفسه في بيته. سيدي الحكيم بيدبة حكيم الهند العظيم. تفضل تفضل. لا أنت اللي هتتفضل معايا. أنا اللي هتفضل معاك على فهم يوندو اندي كاندا بوروني كاندا بورونك هادي. أنا عديد مغول الملك دبشاليم عايزك في أمر خطير. ضروري أمر خطير مدام بعت سيادة الوزير. عن إذنكم يا أبنائي. إحنا خايفين عليك يا معلم. نعم خايفين عليك. انتوا نسيتوا الحكمة الأخيرة، الحكمة العظيمة، منتهى الحكمة، ألا تخاف. وندي دي بونو. وندي دي بونو. مولاي الملك العظيم الفيلسوف بيدبة. بيدبة، أهلا أهلا ومرحبا ببيدبة حكيم الهند العظيم. أدام الله عز مولاي المعظم دبشاليم ملك الهند العظيم. أيها الفيلسوف بيدبة، كل ملوك العالم السابقين كانوا بيألفوا كتاب عظيم يحكوا فيه قصة حياتهم وأمجادهم وتاريخهم وفتوحاتهم، وأنا اخترتك أنت بالذات علشان تألف لي كتاب أسيبه للأجيال القادمة. السمع والطاعة يا مولاي. بس عايزني أقول إيه في الكتاب ده؟ تقول إيه؟ تقول طبعاً اللي أنت عايزه. كل اللي أنا عايزه يا مولاي. كل اللي أنت عاوز تقوله قوله في الكتاب. ومولاي يديني الأمان. طبعا لما أرى الكتاب. لما يقرأ الكتاب كان بهار 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 بوندرينينا بوندرين بهار. انت تقدر تخلص الكتاب ده في قد ايه؟ مش أقل من سنة يا مولاي. مش أقل من سنة. خلاص خلاص نتقابل هنا بعد سنة. هنا هنا بعد سنة. بعد سنة هنا مش هناك. هنا بعد سنة. خلاص هنا يا مولاي. ده بقى دي بيجي لك البوند ده عندي ده بقى سنة سنة. مالك يا فيورا بنتي في حاجة؟ انت اللي مالك يا والدي، انا عمري ما شفتك في الحالة دي. ايوه بنتي عشان انا تعرضت الحالة، عمري ما تعرضت الحالة زيها. طب ما تشركني معاك في المشكلة اللي شغلاك. انا يا بنتي مضى علي نص سنة لسه ما كتبتش كلمة واحدة من الكتاب اللي امرني به الملك دبشاليم. طب وليه ما كتبتش؟ عشان لازم اقول الحقيقة. طب ما تقول الحقيقة. الحقيقة مرة يا بنتي. الحقيقة مرة لكن زي الدواء، ساعات بيكون مر لكن بيشفي الجسد، والحقيقة برضو ساعات بتبقى مرة لكن بتشفي الروح. ده كلام حكيم يا بنتي، بس هيزعل مني الملك دبشاليم. اللي يزعل من الحق يبقى ملوش حق. وجدتها وجدتها. الفكرة دي كانت غايبة عني فين؟ فكرة هايلة عظيمة يا فيورا، هي دي كانت الفكرة التي اهتدى إليها الحكيم بيدبة.
أن يجعل الكتاب في صورة مجموعة حكايات على ألسنة الطيور والحيوانات، حكايات تفهم العقول الذكية معانيها وتكشف الأسرار التي فيها. وكان ذلك الكتاب هو أول كتاب في العالم تتكلم فيه الطيور والحيوانات. اكتبي في وسط الصفحة من فوق. ايوه. الباب الأول. الباب الأول. حكاية الثور والأسد. حكاية الثور والأسد. يحكى أن أسدا قابل ثورا في الغابة. يا وزير. يوندو. ودي كديدي دابا. هذا نجندا. لاندا دابا. ودي كندا. مولة السنة فاتت وبيدبا لسه ما جاش هنا. كده دومورا. داني دينو بيدبا. أنا خلصت الكتاب يا مولاي. عظيم عظيم عظيم. خلصت الكتاب. ها وهتسميه ايه؟ الاسم فزورة في حكاية مشهورة، في السر مطوية في الصفحة منشورة. ده كتاب وألفته، توليف وولفته، بالعقل وضبطه والحكمة صنفته، للأزكية مرصود والمعنى فيه موجود، والعقل لو شغال راح تفهم المقصود. بيقول أبو الدرافيل الفيل هنا مش فيل، والتعلب المكار في الناس لقيت له مثيل. خد الكتاب يا وزير، تلقى الكتاب فوزير، يلزمها عقل كبير وشيء من التفكير.